حضرتك خبير سياحي كبير. فطبعا لو احنا ركزنا في الفتره اللي جايه، يعني ده القرار ده هيدينا استقرار لحد ما اقتصادي في البلد في المرحله اللي جايه. فدي حقنه إيه بنت. ركز في السياحه، يعني ايه اللي ممكن يتعمل من اجل السياحه لتنشيط السياحه؟ أقولك. هل فقط نكتفي بالمؤتمرات؟ لا 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 لا, لا خلاص الكلام ده خلاص قدم، لازم نطلع بره الصندوق. اول حاجه انا يمكن الظروف الدوله علمتني وطلعنا امريكا، خدت اداره الاعمال تمام دبلوم تو ايدنتيفاي ذا بروبلم، زي ما علمونا حدد مشاكلك ايه في السياحه. اول حاجه انت عندك مشكله مع روسيا لازم تتحل، لازم. نمره اتنين تفتح افاق جديده للسياحه، ما تقولش روسيا وتقعد تعيط طول النهار، لا. فين الهند؟ فين الفار ايست؟ الصين بتعشق السياحه المصريه في الاقصر واسوان. ما فيش مسؤول صيني كبير جه دار مصر الا بعد القاهره يجي الاقصر واسوان ويرجع تاني. فلازم نفتح افاق جديده في الكلام ده. لازم نفكر في باكجز جديده. اين السياحه العربيه في الصيف ده؟ ما فيش حد، ما فيش. كل العرب طالعين في اوروبا وقاعدين. طب مين مسؤول عن التقصير ده؟ بص انا بعتقد ان احسن، مش عاوزين نحمل وزير السياحه لانه طبعا بيجي يلاقي الامور بتاع. احسن قرار طلع الاسبوع اللي فات وهو انشاء المجلس الاعلى للسياحه. المجلس اللي فات كان طلع بيه قرار واجتمع مره واحده، وكان يوم ما كانوا بيفتتحوا مطار الاقصر والرئيس الاسبق عمل الاجتماع عندنا، بعد كده ما اجتمعش تاني. فلازم النهارده المجلس ده لما طلع فيه قرار، وده قرار صائب، ولازم يلزم وزير السياحه الفتره القادمه ان يحط استراتيجيته هيعمل ايه الفتره اللي جايه. انت النهارده كنت اخر مره بتجيب 12 مليون سائح، 2020 هيبقى عندك كام سائح؟ عايز كام؟ اقول لي عايز 20 مليون. طب انت الغرف السياحيه اللي عندك تكفي ال 20 مليون؟ لا. اذا عايز تبني فنادق جديده، مين اللي هيبنيها؟ القطاع الخاص. هيبني ازاي؟ تقول له ابني؟ لا، لازم تديله تسهيلات، اراضي مجانا، نديله اعفاء من الضرائب لكل مستلزمات الفندق اللي هيجيبها من الخارج مجانا، نديله اعفاء للاتوبيسات السياحيه. في خطه تتعمل وتتحط قدامك وتنفذها، يصدق عليها سياده الرئيس والمجلس الاعلى، وبعدين كل وزير قاعد من الوزراء هينفذ. لكن زمان قبل المجلس ده كان وزير السياحه بيهاتي لوحده ويعوز يعمل حاجه الوزير ده يقول له اه او لا. لكن بوجود المجلس الاعلى للسياحه اللي هيتعمل والوزير يقدم خطه استراتيجيه. احنا مشكلتنا في مصر بنتكلم من غير تخطيط، تخطط وبعدين تتابع من خلال. واحسن قرار طلع في هذا المجلس انه هيجتمع كل 6 شهور، يبقى الوزير يصمم والرئاسه تصمم ان كل 6 شهور نقعد ونشوف هنعمل. طب يعني حضرتك بتقول مشكلتنا في مصر ان بيشتغل من غير تخطيط.